اتق الله عز وجل ولا تستكبر، احذر، لأن الله عز وجل قضى بألا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر رد الحق، يعني أن ترد الحق على من قاله، لأنه فقير، لأنه هزيل، لأنه ليس له نسب ولا حسب، أمور الناس التي يجعلونها ميزانا في الحكم على الخلق وليس بميزان في الحقيقة، ولا يوزن بها حتى التراب، لكنهم يحكمون بها. بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم والنظر إليهم بمؤخر العين، كما هو معلوم في قاموس العوام. أنت مش عارف أنت بتكلم مين، أنت ما تعرفش أنا ابن مين. أنا أعرف أنت ابن من، أنا أعرف أنت من خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك.